علينا الهيئة اللي بنت عليها الاكتساب في نفس الوقت مش نردد بالأساليب مع تنفيذ الأحكام والطرق اللي الحاكم رامي نصالح باش ينسى الاتهام الرسمي اللي هو الحاجة الشنيعة بتاع الاغتصاب ووجه في نفس الوقت تهمة للبنية في المساس بالأخلاق الحميدة وإحنا متعذبين برشا بهالكلمة الأخلاق الحميدة داخل المجلس التأسيسي وفي كتابة الدستور بالضبط. يعني أنتوا أعضاء في المجلس التأسيسي إيه هو دوركم التشريعي؟ ما هو أنتوا كمان لازم تعملوا إحنا دورنا تأسيسي قبل ما يكون تشريعي وإحنا ديجا عنا مشاكل كبار باش نحيو معناها من الدستور القادم كل هالألفاظ الفظاظة بتاع المساس بالأخلاق الحميدة. وبعد الدستور يجي التشريع والتشريع يبدو أنه يسمح لها الحاكم باش يجتهد كما هو يحب ولكن الرأي العام ماهوش موافق والمعقول ماهوش موافق باش الأحكام وممارسة الحكم تصير بالطريقة هذه وتصير بالمسان بالمكاسب متاع المرأة التونسية. هل في أي معلومات عن الجلسة بالداخل؟ هل أي أنا كنت الداخل كان معها أظن على القليلة ما يقل من 20 نائب قضائي معناها أبوكا محامي ومحاميات وبرا فما تقريبا 100 محامي مساندينها وفما ممثلين وممثلات لعدة جمعيات حقوقية واقفين معاها وزادة من المجلس التأسيسي جاوا البعض من الأحزاب محسوب الأحزاب الكل ممثلة هنا إلا حزب النهضة. ولكن أنا نحب نقول أحقاقا الحق اللي داخل المجلس التأسيسي من منذ 3 أيام اجتمعنا النائبات الكل لأول مرة عملنا وثيقة جمعت ما بين النائبات الكل صح فيها حتى نائبات النهضة وهذه بادرة طيبة وأنه النساء نجموا يجتمعوا مع بعضهم وقت اللي امرأة أخرى تكون في خطأ وقت اللي المشكلة اليوم هي مشكلة تكسير جدار الصمت وجدار الخوف داير بهالقضية. القاضي وجه اتهام هو وجه اتهام ولكن توا قاعد يستنطح فيها ينجم تتوازن معناتها القضية كما تنجم يلقيها راهو معناتها فما زوز إمكانيات وأنا عندي أمل كبير وأنه بعد معناتها الدم الكبير متضامن مع هالبنية داخل تونس وحتى خارج العالم الكل يحكي اليوم على هالقضية إن شاء الله هالحكم هذا يكون عنده الرشد الكافي والمعقول الكافي باش يلغي القضية. في معلومات عن أن الجلسة ممكن تخلص إمتى؟ لا ما فيش خاطر توا هو بحث طيب حضرتك تعرفين نفسك؟ انا سلمى بكار سينمائيه ونائبه في المجلس التأسيسي على القطب الديمقراطي الحديث.